وأول شيء سنبدأ بالتعريف. ما اسمك؟ من أي مدرسة أنت ومن أي فصل؟ اسمي أصبح من مدرسة الشمالية من فصل خامس. أيوة. اسمي إبراهيم عبد الله علي في مدرسة بلبلة خواتر فصل خامس عشر. مرحبا. الآن سنبدأ السؤال. السؤال الأول: من أول من آمن من العبيد؟ من أول من آمن من العبيد؟ أيوة. زيد بن حارثة. ما؟ زيد بن حارثة. الإجابة خاطئة. أيوة. من أول من آمن من العبيد؟ نبيل محمد. الإجابة خاطئة. السؤال موجه إلى الجمهور. أيوة. علي بن أبي طالب. الإجابة خاطئة. أيوة. بلال بن رباح. أحسنت بارك الله فيك. السؤال الثاني: كم عدد ركعات صلاة العشاء؟ أيوة. أربع ركعات. الإجابة صحيحة. السؤال الثالث: سورة إقرأ، أين نزلت هذه السورة؟ أيوة. نبي الله محمد. أيوة، نزلت على نبي الله محمد، ولكن أين نزلت هذه السورة؟ أين كان نبي الله محمد؟ الإجابة خاطئة. أيوة. اضغطي. في غار حراء. أحسنت بارك الله فيك. الإجابة صحيحة. السؤال الثالث: من أول من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب. الإجابة صحيحة. السؤال الرابع: السؤال الخامس: ما اسم سورة؟ أي سورة؟ ما اسم سورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ ما اسم هذه السورة؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما اسم هذه السورة؟ ماذا نسمي هذه السورة التي في آخره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ السؤال موجه إلى الجمهور. سورة والتيم. السؤال موجه إلى الجمهور. نعم يا بنت. سورة العصر. أحسنت بارك الله فيك. السؤال السادس: ما اسم الكافر؟ أبي لهب. لسه ما أكملت السؤال. انتظر حتى تستمع إلى آخر الكلمة من السؤال. انتظر. ما اسم الكافر الذي كان يريد هدم الكعبة؟ ما اسم هذا الكافر؟ الذي كان يريد أن يهدم الكعبة، الذي كان يريد أن يكسر الكعبة. ما اسم الكافر الذي كان يريد أن يكسر أن يهدم الكعبة وكان عنده فيل قصير؟ ما اسم هذا الكافر وكان عنده جيش كبير؟ أيوة. جحش. الإجابة خاطئة. من يعرف هذا السؤال من الجمهور؟ نعم يا بنت. الأبرهة الحبشية. أحسنت بارك الله. السؤال الأخير
الأخير. من هو؟ من هو؟ ما أنا أريد الاسم. هو نبي، وأبوه نبي، وجده نبي، وجده الثاني نبي. من هو هذا؟ هو نفسه نبي. أيوة، يوسف عليه السلام. وبهذا انتهينا من الأسئلة للمجموعة الخامسة والفائزة من مدرسة الشمالية. إذا كان عندنا متسابقان من مدرسة الشمالية ومدرسة البلاتواتر والفائزة من الشمالية.